النهاردة أنا اخترت نبدأ بموضوع يمس شخصية فريدة وبتعالج نقطة دقيقة جدا. الشخصية هي شخصية محي الدين ابن عربي. ابن عربي يعرف في تاريخنا بلقب الشيخ الأكبر أو شيخ الصوفية الأكبر. وعلشان نفهم أهمية هذا الرجل في تاريخ التصوف، خلينا الأول نشوف يعني إيه تصوف. التصوف له معنيين، في معنى عام شعبي اللي احنا بنشوفه في الاحتفالات الخاصة بالأولياء في مصر وبالمولد، فكرة المولد باعتباره طقس فولكلوري شعبي بينسب إلى التصوف، بس هو بيتم بحجة التصوف. يعني لكل الشعوب احتفالات، وهذه الاحتفالات بيبقى لها زي متكأ أو مستند تقوم عليه. في مصر بالذات ويمكن في سوريا بيكون الاحتفال بالولي هو المناسبة اللي تعقد أو تقام بسببها هذه الاحتفالية. إنما هذا لا يعني التصوف في شيء. التصوف في معناه التاني هو طريق لفهم العالم لا يقوم على الانشغال بالإطار الخارجي الشكلي للدين، إنما بيحاول يصل إلى معرفة تتجاوز ظاهر الأشياء إلى إدراك بواطنها أو المعنى الكامن وراها. علشان كده بيفرقوا بين الظاهر والباطن، بيفرقوا بين الشريعة والحقيقة، على أساس إن كل ظاهرة شرعية بتخفي خلفها حقيقة باطنة. فالشرع مجموعة عبادات، هذه العبادات عند الصوفي هي باب بيدخل منه إلى حقيقة مطلوبة من وراء هذه المسألة. فالشريعة والحقيقة أو الظاهر والباطن أو المعلن والمستتر أو العام والخاص هي الثنائية اللي بيقوم عليها التصوف. والتصوف بدأ في تاريخ الإنسانية من وقت مبكر، حتى في الحضارات السابقة على الإسلام، وكان بياخد أشكال مختلفة وتسميات أيضا مختلفة. يعني هو يعرف عند الهنود بمحاولة الوصول إلى النيرفانا أو حالة الفناء في الكلي، وهو موجود في التراث اليهودي فيما يسمى بالقبالة، الاتجاه التصوفي اليهودي، وموجود أيضا في المسيحية تحت اسم الرهبنة، وموجود في الإسلام باسم التصوف. وكان ظهور هذا الاتجاه مبكر، يمكن من القرن الأول، من خلال خبرات صوفية كانت عميقة جدا وبتتجاوز الشكل الظاهر للشريعة إلى إدراك البواطن وحقيقة هذا العالم. تطور التصوف تطور كبير جدا خلال القرون الخمسة الأولى، لحد ما وصل عند محطة غير مسبوقة هي محي الدين ابن عربي الملقب بشيخ الصوفية الأكبر، اللي ولد في الأندلس سنة 560 هجرية ونشأ هناك ودرس، ويبدو أنه انجذب إلى التصوف من هو صغير، لأنه في مذكراته أو في الناس اللي أرخوا له عرضوا لحوار أو موقف بين ابن عربي وهو لسه شاب صغير حوالي 17 سنة،
هو بيصف نفسه في الفترة دي انه كان وجهه ما بقل بعد، يعني ما طلعش لسه فيه دقن. وبين اسم كبير جدا في التراث العربي هو ابو الوليد ابن رشد. ابن رشد فيلسوف مشهور جدا، وكان قاضي قضاة الملكية في قرطبة، وله مؤلفات كتير، وكتير من الناس بيتصوروا ان ابن رشد هو قمة التفلسف في تاريخ الاسلام. انما خلينا نشوف الواقعة دي، انه ابن رشد سمع بان في شاب صغير ناصح قوي ومستنير جدا، فقال لابوه اللي هو والد محي الدين ابن عربي، قال له خليني اشوف ابنك. فجمع بينهم في لقاء، فبص في ابن رشد كده، كان في الوقت ده ابن رشد في نهاية حياته، قال له انت العلوم، ده ابن رشد اللي بيقول، انتوا في علومكم بتسموها علوم الذوق، واحنا علومنا الفلسفة ونسميها علوم النظر، فهل وجدتم في علوم الذوق ما وجدناه نحن في علوم النظر؟ قال ابن عربي نعم. فاستبشر ابن رشد وكمل ابن عربي قال ولا، فكشف قال له نعم ولا، وما بين نعم ولا مثل ما بين السماء والأرض، أو قلت، هو مش فاكر بالظبط العبارة اللي قالها، أو قلت ما بين نعم ولا تطير الأرواح من مقارها، يعني دي حاجة فوق الوصف ورا الخيال. ايه اللي ورا الخيال؟ الصلة بين علوم النظر، بين التدبر الذهني وبين الادراك المباشر للحقيقة، بين معرفة الامر بالمعنى الصوفي اللي هو بيدرك الشيء في مجمله، الحوار البسيط ده هو في الحقيقة مش حوار بين شخصين وبس، ده هو حوار دال جدا عن طبيعة المسار الفكري في الإسلام في منطقة وسطى زي دي، حصلت أظنها تكون في حدود سنة 570 580 على الأكثر، يعني في وقت كان الفكر الفلسفي اللي بيمثله ابن رشد واللي قايم على أصول فلسفة أرسطو بيعاني من أزمة، لأنه مش قادر يتوازن مع طبيعة الفكر العربي عموما. وبين هذا الاتجاه التصوفي اللي هو بيقوم على نوع من التناغم مع طبيعة الشخصية العربية والإسلامية. علشان كده انا دايما بقول انه هذا الاتجاه اللي ظهر عند ابن عربي وقبله وبعده ناس كتير هو اقرب الى المنظومة المعرفية العربية واقرب الى الابداع الفكري العربي منه للمنظومة اليونانية اللي كان بيمثلها ابن رشد. هيلتقي ابن عربي بعد كده بابن رشد وهو ميت خلاص في جنازته، وهو معتز طبعا بلقائهم ده وعارف ان هو علامة كبيرة، انما في الطريق الظاهري، وهيشوف انه لما جم يطلعوا بابن رشد في بالنعش فحطوا جثمانه من جهة وكتبه من جهة ثانية فكانوا متوازنين. وقال هو بيت شعر مشهور بيقول هذا الإمام وهذه أعماله، يا ليت شعري هل أتت آماله، يعني بعد كل اللي كتبه ده وصل اللي هو كان عايز يوصل له. ده بيعكس القلق اللي كان بيعانيه ابن عربي، قلق المعرفة. هنشوف بعد كده ابن عربي كان متبحر ايضا في العلوم الفلسفية، ولكن منهج الصوفي كان هو الاساس،
هيرحل من الأندلس ويفوت على مصر ويوصل سنة 598 إلى مكة، وهيقعد هناك فترة وهتحصل فيها الواقعة اللي هنحللها بعد شوية، وبعدين هيتجه إلى الشام وينتهي به المقام في أطراف الشام وحدود تركيا المعاصرة في بلدة اسمها قونيا، وهيموت هناك. في فترة حياته الممتدة من سنة 560 هجرية إلى سنة 638 كتب ابن عربي كم ضخم من المؤلفات اللي بتخليني أشوف ابن عربي باعتباره كون أو أفق غير محدود، أفق بتتجلى فيه المعرفة واللغة الصوفية على نحو نادرا ما نجده عند شخص تاني. هو كتب عن نفسه في زي فهرس لمؤلفاته في 250 عنوان، إنما كتب بعدها أعمال أخرى وصلت عند بعض المؤرخين إلى 500 كتاب، كتاب ورسالة، منها رسائل صغيرة طبعا في حدود 10-15 صفحة، ومنها كتب كبيرة زي كتابه الأساسي المهم المشهور اللي هو الفتوحات المكية. الفتوحات المكية كتاب من 37 سفر 560 باب، نشر في 4 مجلدات بدون تحقيق، وحاول الدكتور عثمان يحيى خلال 25 سنة انه يحققه، ونشر منه 17 جزء ومات قبل ما يكمله، وما اظنش انه هيكمل، لانه الفتوحات المكية نص من النصوص الصوفية الموغلة في التعمق، واللي لغته رمزية وبيستخدم فيها إشارات إلهية، ولابد عند قراءته من الانتباه تماما لكل المفردات. وكفاية ان احنا نقف عند العبارة الاولى اللي بيبدأ بيها عثمان يحيى تحقيقه للفتوحات، واللي فيها بيتكلم ابن عربي عن علاقة الإنسان والله، فبيقول بهذه اللغة الرمزية: لو علمته لم يكن هو، ولو جهلك لم تكن أنت، فبعلمه أوجدك وبعجزك عبدته، فهو هو لهو لا لك، وأنت أنت لأنت وله، فالدائرة مطلقة مرتبطة بالنقطة، والنقطة مطلقة ليست مرتبطة بالدائرة، ونقطة الدائرة مرتبطة بالدائرة. لو حبينا نفك هذه العبارة الرمزية اللي هي بتاخد سطرين بس من الفتوحات، هنلاقي معاني كتيرة قوي فيها. فالإنسان لو عرف الله يبقى اللي هو عرفه ده حاجة تانية مش الله. لو علمته لم يكن هو، يبقى أنت في دماغك قصة تانية. ولو جهلك، لو هو اللي معرفكش يبقى ما كنتش اتوجدت أصلا، فأنت موجود بشرط معرفته بيك، وأنت وهو في اختلاف اساسي، ان هو لهو بصرف النظر عنك، وانت ما تكونش انت الا انت وهو، فهو النقطة والوجود الدائرة، كل الوجود هو الدائرة، ونقطة الدائرة مرتبطة بالدائرة. نقطة الدائرة طبعا دي نظرية كبيرة جدا عند محي الدين ابن عربي، وما اظنش ان عندنا فرصة لاستعراضها النهاردة، اللي هي نقطة الانسان الكامل اللي بتجتمع فيه الصفات الربوبية وصفات الانسانية معا، واللي بيسموه صوفيا القطب. وده من المفاهيم الدقيقة اللي لم يتحدث فيها ابن عربي مباشرة، إنما استخدم فيها لغة
رمزية علشان يقول ان من الناس عوام بيبقى شغلهم الشاغل هو المسائل المؤقتة، وخواص دول اهل التعمق، ومن خواص الخواص ناس بيسميهم اهل الولاية، ومن اهل الولاية في نقطة عليا هي نقطة القطب وهو محل نظر الله من العالم. هذه النظرية هيشرحها بعد كده بشكل كبير عبد الكريم الجيلي، وطبعا هيواجه بمشكلات كتير من معاصريه، وهيشرحها ايضا شهاب الدين السهروردي تحت اسم الحكيم المتأله، وهيواجه ايضا بمعارضة تؤدي الى مقتله في النهاية، وهيعرض لها محمد ابن عبد الحق ابن 70 في كتاب له اسمه او تحت مسمى المحقق في كتاب له اسمه بد العارف، وايضا هيضطهد بسببه. انما كان ابن عربي من البراعة بحيث اشار الى هذه الفكرة الدقيقة دون ان تؤخذ عليه، ولذلك تجد ابن عربي شخصية لا يمكن التعامل معها بتوازن، فاما ان نعجب به اعجاب شديد جدا، او معاصريه يعني والناس اللي جم بعده، اما يكونوا يعني شديد التقدير له او شديد النقد له، فهو من الشخصيات الحدية. وهذا المعيار لا ينطبق الا على الشخصيات اللي فيها من الاختلاف عن النمط السائد، بما يؤدي الى صعوبة اتخاذ موقف متوازن عنهم. فلو سألنا حد من الفقهاء اللي زي الوقاعي او الاوزاعي هيقولوا كافر، والصوفية يقولوا الشيخ الاكبر. ده متعلق بنظام المعرفة اللي كل واحد بيخضع له، واحنا الاسبوع الجاي هنتكلم عن نظام المعرفة عموما اللي هو يفسر مثل هذه المواقف الحدية تجاه شخص واحد. كتير من الناس المؤرخين حاولوا يوازنوا، ولكن ظل ابن عربي دائما اما ان يحب جدا او ينتقد او يكره جدا، خاصة من قبل الفقهاء الظاهر او الناس اللي هم سطحيين. محي الدين ابن عربي عاش حياة كاملة فيها المعرفة وفيها الخبرة الصوفية وفيها التأليف وفيها السفر بين بلاد الإسلام وفيها المدرسة اللي هو أسسها، وفيها الرؤية الخاصة جدا اللي هي في كثير من الأحيان بتكون رؤية صادمة، زي اللي بتقابلنا في كتاب له مهم جدا وأنا بشوفه أهم يمكن من الفتوحات، اسمه فصوص الحكم. فصوص الحكم بيتعرض فيه ابن عربي إلى موضوع دقيق جدا، وهو كيف أن الله يتجلى تجلي كامل في الإنسان. فيبدأ الكتاب بيقول لما شاء الحق تعالى من حيث أسمائه التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى نفسه في كون جامع للأمر كله خلق آدم، فكان آدم عين جلاء المرآة. وإنه الوجود الإلهي بيظهر في كل شيء، ولكنه لا يتجلى في شيء مثل ما يتجلى في الإنسان. والفصوص عبارة عن إيه؟ استعراض للأنبياء السابقين من حيث كيف أن كل نبي من الأنبياء بيعكس تجلي من التجليات الإلهية، وفي النهاية بيضع ابن عربي نفسه على نحو ما مشكل ومثير للجدل في هذا السياق، لما بيشوف رؤية هو بيحكيها انه شاف الكعبة مبنية بطوبة
ذهب وطوبة فضة، بس كان ناقصها طوبة، وشاف في الرؤية ان هو هذا الحجر. هذه المسألة طبعا كفيلة بانه يباح دمه على الاقل. واباحة الدم مسألة في ثقافتنا تمثل الحل الاسهل، يعني دائما ما يظهر، مش الصوفية بس، الصوفية وكل أصحاب الاتجاهات، العلماء، الشعراء، معنى جديد مختلف، فيكون الحل الأقرب أنه طب يعني خلاص. حتى المشايخ الأجلاء اللي مفيش خلاف عليهم، زي الإمام عظيم جدا الشريف الرضا، وده يعني عالم وبيحظى كل احترام الأمة حتى السنة والشيعة مع بعض، إنما ليه بيت شعر يقول فيه إيه؟ يا رب جوهر علم لو أبوح به، لو أبوح به لقيل أنت ممن يعبد الوثنا، ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنة. يعني حتى هذا الإمام الكبير اللي هو بيمثل محطة أساسية عند الشيعة وعلامة كبرى عند السنة، هو بيقول في حاجات جوايا لو قلتها هيبقى فيها قطع رقبة. قطع الرقبة هو الحل السهل اللي بيؤدي إلى الاستتار، واللي بيمثل هاجس دائم في تراثنا كله، وهاجس مؤقت في تراث جماعات او حضارات اخرى. وده مرتبط طبعا بالسياق اللي بتبقى فيه الجماعة دي. في سياق احيانا بيكون ليبرالي بيسمح بتفجر الافكار الجديدة والمواقف الانسانية، وفي سياق بيبقى نمطي حازم يخشى من المختلف والجديد، وبالتالي يجد من الأسهل أنه يقطع الخيط وينهي المشكلة. ابن عربي في إطار تطوره الفكري تعرض لقضية بيعتبرها قضية أساسية يقدر يحل بيها المشكلة اللي موجودة بين الديانات. احنا عارفين الديانات ما تغيرتش كتير من أيام ابن عربي لحد دلوقتي، هي هي، وفيها اختلاف رئيسي بيجعل الإنسان اللي هو المجلى الكامل للألوهية ومحل الظهور او التجلي الالهي مختلف في اعتقاداته. ابن عربي بيطرح صيغة اخرى فبيقول في ابيات له: لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا لم يكن ديني الى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان. في فترة كان هو بيشوف انه الناس ممكن تصنفهم على اساس الاعتقادات الدينية، فاذا كان صاحبه ده من دين اخر فهو بينكر عليه وبالتالي بينكره. إنما هو فجأة وجد قلبه قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وكعبة أوثان. حتى الاعتقادات الوثنية بيشوف في هذه الحالة انه هو المقصود منها ايه؟
التقرب إلى الله الكامل في الأشياء. فلما بيوصل لهذا الوعي بيكتشف إن المسعى واحد وإن الشكل مختلف، فقلبه الذي صار قابلا كل صورة يقبل بيت الأوثان ويقبل الكعبة، يقبل المصحف ويقبل التوراة، أو هما الثلاثة، أنا معرفش جبت الرابع ده منين. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. عندنا مستويين للدخول إلى هذا المعنى. مستوى النظر إلى الأديان باعتبارها تجليات متتالية للحقيقة الإلهية، وده الحل الأقرب أو الأبسط اللي مشي فيه معظم اللي كتبوا عن ابن عربي. وحل تاني أكثر تعقيدا هو البدء بفكرة الحب نفسها، وما الذي يمكن أن ترتقي به لتصل إلى هذا المستوى. ابن عربي كان عنده حاجة 40 سنة لما نزل مكة، ولما نزل مكة كان في راجل شيخ كبير معروف هناك اسمه زاهر الدين بن رستم الكيلاني، أصله من أصفهان، كان راجل عالم، عالم في الحديث النبوي، وكان لهذا الرجل بنت، بنت دي اسمها النظام. ابن عربي حب هذه الفتاة حب عميق جدا، من العمق بحيث استطاع أن يصل به إلى التماس مع الوجود الحقيقي للأشياء. نشوف الأول بيوصفها بأنها بنت عذراء، طفلة هيفاء، تقيد النواظر وتزين المحاضر وتسر المحاضر وتحير المناظر، تسمى بالنظام، ساحرة الطرف العين، عراقية الظرف، إن أسهبت أتعبت وإن أوجزت أعجزت وإن أفصحت أوضحت، يتيمة دهرها كريمة عصرها، شمس بين العلماء، بستان بين الأدباء، سابقة الكرم، عالية الهمم، مسكنها جياد، جياد ده جبل في مكة، وبيتها من العين السواد ومن الصدر الفؤاد، هي السؤل والمأمول، يعني هو لا يريد شيء آخر، لا، هي السؤل والمأمول والعذراء البتول، فنظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق. يعني كتب بعض أشعار فيها. كتب يقول ايه؟ طال شوقي لطفلة ذات نثر ونظام ومنبر وبيان، من بنات الملوك في دار فرس
من أجل البلاد من أصبهان، هي بنت العراق، بنت إمامي، وأنا ضدها، سليل يماني، يعني من أصول عربية. هل رأيتم يا سادتي أو سمعتم إن ضدين قط يجتمعان؟ في الحقيقة الكلام هنا مش عن خلاف جغرافي، مش إن هي أصولها فارسية وهو أصوله عربي، لأنه جاي من الأندلس أصلا. الحقيقة إن ده بيعكس عند ابن عربي الاختلاف الكامل بينهم، يعني هو كان قد اكتمل، ويمكن كان تزوج كمان مرة أو مرتين قبل كده، وهيرجع يتجوز تاني أم واحد من تلامذته، فهو مكتمل في وعيه وفي خبرته الحياتية، وهي زي ما قال طفلة بس كبيرة. فبهذا المعنى هما ضدان، وبمعنى ما التقيا، كان بينهم لقاء، لقاء وصفه هو بأنه إذا ما التقينا للوداع حسبتنا لدى الضم والتعنيق حرفا مشددا. الحرف المشدد في اللغة العربية هو بحرفين، ولكن الحرفين دول لا يظهر، يعني هو يكتب بحرف واحد ولكن يشدد للدلالة على ان هنا اثنين. لو قلنا مثلا ليس ادل، اللام هنا هي لامين الى اخره، ودي مسألة بيعمل عليها الشعراء في مسألة الضبط العروضي. انما انا يعنيني من الصورة هنا ادراك انه هذا الحب لم يكن حبا في المطلق، انما كان فيه امتزاج هو شايفه بانه وصل من درجة الالتصاق الى انهما صار كما لو كان حرفا مشددا. هل إذن كانت المسألة مسألة حسية فقط؟ لا، لأن ابن عربي هيرجع يحلق بعد كده بفكرة الحب لتبيان أنه مثل ابن عربي إذا أحب فحبه ليس نمطيا، يعني ليس مثل الآخرين، والنظام البنت إذا عشقت فعشقها مختلف بالقطع، لأن مثل هذه الحالة هي طريق وحيد إلى إدراك المعنى الكامن خلف الأشياء. واضح إنه الكلام كان كتر عنهم، واضطر ابن عربي انه يبتعد عنها، وقال في هذا البعد معنى يقول فيه ان الفراق مع الغرام لقاتل، صعب الغرام مع اللقاء يهون. يعني هو اولا الغرام في اللغة حتى معنى العذاب، وفي في القرآن ان جهنم كان عذابها ان عذابها كان غراما، العذاب الشديد. فلما بيكون في لقاء مع حالة التوهج دي فبيبقى ممكن التعامل معاه، انما لما يكون في انقطاع كمان بيكون اصعب. والاصعب منه انه معاصري لم يقبلوا منه هذا،
سواء الصوفية اللي هم يعني أتباعه مفروض أنه قرب لا ما يرضهمش هذا الكلام، أو طبعا أعداؤه ما يرضهمش هذا الكلام. كما لو كان أن يعشق مثل ابن عربي هي تهمة كبرى، وأنا مندهش من هذا الاتهام الجاهز دائما الاستخدام في التراث العربي. إذا ارتقى الشخص يبقى عيب إنه يعمل كده، ومع هذا فالارتقاء لم يمنع مثل ابن عربي أو غيره إنه يعشق عشقا حقيقيا ويكتبه في كتاب أو ديوان شعري سماه ترجمان الأشواق. الترجمان هنا مش بمعنى ترانسليتور يعني، لا، ترجمان بمعنى المعبر عن الأشواق. فالدنيا هاجت وقال له شفت هذا اللي قلنا عليه الشيخ الأكبر، حب بنت صغيرة مش مكسوف. هذا الفهم الساذج للأشياء بيعارض حقائق فعلية في التراث العربي دايما المؤرخين يعدوا عليها كده. مثلا راجل عظيم جدا وصوفي زي نجم الدين كبرى. نجم الدين كبرى واحد من أعمق الشخصيات اللي أثرت كمان تأثير فعلي في تاريخ الحضارة العربية، لأن ده اللي على أيدين تلامذته هيسلم ملوك المغول وهيأسسوا دولة كاملة، وهو واحد ممن كتبوا كتابة يعني أقل ما توصف به بأنها مذهلة. ومع هذا وبمنتهى البساطة في فوائح الجمال كتاب له اسمه فوائح الجمال، وهو عمال يتكلم عن الحالات اللي مر بيها بعد ما كان شيخ كبير، بيقول عشقته جارية بدلتا نهر النيل. هو كان جه مصر فترة كده، وانه تدله في حبها حتى انني كنت اذا تنفست نارا فتتنفس السماء من تلقاء نارا فتلتقي الناران، فعلمت ان ذلك شاهدي من السماء. طيب هنقول انه جاهز الصوفية علشان هم عايشين الحالة دي فهم معرضين لكده. طب نشوف عكس الصوفية، يعني اذا قربنا المسألة هنقول السالب والموجب مثلا او الابيض والاسود، فعلى النقيض من الصوفية الفقهاء، ومن اشد المذاهب الفقهية تشددا المذهب الحنبلي، واكبر اسم في المذهب الحنبلي طول التاريخ هو الإمام أبو الفرج ابن الجوزي. ده علامة كبرى في تاريخ الحضارة الإسلامية. أولا كان مؤرخ، وكان فقيه كبير، وكان صاحب مجلس وعظي، وكتب حتى ضد الصوفية كمان، وكتب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، عمدة من أعمدة التاريخ العربي. وكان في واحدة يحبها اسمها نسيم الصبا. الصبا دي ريح لطيفة بتهب في الجزيرة العربية في المساء، واتجوزها وبعدين اختلفوا مع بعض. إذا كانت بتتنرفز عليه كتير بس فضل يحبها، ووقع مشهورة جدا حكاها الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره، إنه كان هو في المسجد بيخطب ونسيم الصبا تقعد له في المقصورة بتاعت الستات كده، فهو يتكلم في الفقه وهو عينه
وبعدين هو قاعد بيتكلم وجم اتنين ستات تخان كده وراحوا قاعدين قدامها، فراح بص كده وقال: أيا جبلي أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. ده أبو الفرج بن الجوزي. وعدك أيضا منقصة كبيرة له، بس هو كان من القوة بحيث استهان بده، وكتب عنه المؤرخين أنه برغم علو كعبه في العلوم إلا أنه كان لا ينفك عن جارية حسناء. ده مش كده وبس، حتى وهو في آخر حياته كان في قصة حب رهيبة مع واحدة اسمها خاتون أم محي الدين، والناس عارفة، وتوفى أبو الفرج بن الجوزي. طبعا كان جنازته حاجة رهيبة في بغداد، والخليفة جه مشي فيها، وتاني يوم ماتت خاتون. بيقول المؤرخين: فعد ذلك من كراماته لأنه كان مغرم بها. طيب، نترك وقائع الحب الجزئية اللي هي فيما يبدو بتبقى بوابات للوصول إلى معنى خلف المعنى البسيط للأمر، ونشوف ابن عربي كيف فعل به الحب وأين وصل به. بيقول، هيتحول هنا الحب إلى مذهب كامل ورؤية مختلفة. يقول: لا احتجار على الهوى، يعني انت ما تقدرش تحجر الحب. لا احتجار على الهوى ولهذا يهوى، بدون مقدمات. بالهوى يجتنب الهوى، يعني بيجي حب يطلعك من حب تاني. وحق الهوى، وحق الهوى لان ده قسم، وحق الهوى ان الهوى سبب الهوى. ولولا الهوى في الحب ما عبد الهوى. بالهوى يتبع الحق، والهوى يقعد كمقعد صدق. الهوى ملاذ، وفي العبادة في الالتزام، وهو معاذ لمن به عاذ. ويقول، لاحظوا هنا المعنى بينطلق تدريجيا من المسألة الحسية واللقاء اللي هو عبر عنه بأن هما الاثنين كانوا زي حرف مشدد، إلى إعلاء للحالة وتوهج ليها يتجاوز حتى العاشق والمعشوق. ويقول: الأحباب أرباب، رب الشيء صاحبه. الأحباب أرباب والمحبوب خلف الباب، محتجب لا يظهر مستتر. المحب رب دعوة، احنا قلنا أرباب، أرباب دعاوة، يعني بيقولوا احنا بنحب. المحب رب دعوة فهو صاحب بلوى. المحبوب
إن شاء وصل وإن شاء هجر، يعني زي ما بتيجي معاه، هو اللي شايفه، ده اللي بيتحب. لما المحب صاحب بلوى، المحب إذا ادعى محبة اختبر، يعني لازم يتعمل له امتحان. فالمحب في الاختبار، والحبيب مصان من الأغيار. لاحظ هنا اختلاف لغة الخطاب وإعلائها من العالم الإنساني إلى معنى أعمق. المحب في الاختبار والحبيب مصان من الأغيار، ولهذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. في الإطار ده، في إطار الإعلاء لحالة الحب الجزئية والوصول منها إلى معنى أعمق، كتير قوي من حالات الحب النمطي اللي بتكون بين العوام، بيفرق ابن عربي بين الشوق والاشتياق. الشوق زي حد جعان وأكل، كان مشتاق للأكل وأكل، إنما الاشتياق حاجة تانية. فبيقول الشوق يسكن باللقاء والاشتياق يهيج بالالتقاء. لا يعرف الاشتياق إلا العشاق، يعني كلما توغلت أكثر، كلما أصبحت أكثر رغبة في المزيد إلى ما لا نهاية. الشوق يسكن باللقاء والاشتياق يهيج بالالتقاء. لا يعرف الاشتياق إلا العشاق، من سكن باللقاء فما هو عاشق عند أرباب الحقائق. ما فيش هنا بقى انه اتنين بيحبوا بعض واتجوزوا والجواز بيموت الحب، لا، مش الحسبة دي خالص. ده معنى وراء الاشكال الظاهرية للعلاقة. من سكن باللقاء فما هو عاشق عند أرباب الحقائق، من قام بثيابه الحريق كيف يسكن، وهل مثل هذا يتمكن من إخفاء اللي عنده. للنار التهاب وملكة، فلا بد من الحركة، والحركة قلق، فمن سكن ما عشق. كيف يصح السكون، وهل في العشق كمون، هو كله ظهور ومقامه نشور. والعاشق ما هو بحكمه، يعني أمره مش بإيده. العاشق ما هو بحكمه، وإنما هو تحت حكم سلطان عشقه، لا بحكم من أحبه. هكذا تقتضي المحبة. فما حب محب إلا نفسه، وما عشق عاشق إلا معناه وحسه. يعني احنا بنقول انه المحبوب هو مجلى لحقيقة العالم، المحب ادرك ده فيه فسعاله فبيختبره طول الوقت. فالقضية في المحب مش في المحبوب، زي بالظبط لما حد يجيب مراية، المحبوب هو المرآة، إنما المتجلي فيها هو العاشق. فالعاشق بيشوف
حقيقته هو على مرآة المعشوق فبيدركه. وده اللي بيفرق بين حب وحب آخر أو مستويات العشق. مستوى العلاقة العابرة، مستوى الحب العذري، مستوى العشق الكامل. والعشق على فكرة في اللغة أصله من العشقة. العشقة هي جذع الشجرة لو اتقطع من أصله ينشف ويبقى هش. فهذا مستوى أعلى، وأعلى منه حب الطريقة اللي بيحب بيها ابن عربي وبيشوف حقيقته هو متجلية على مرآة محبوبه، وبيشوف الحب هي مسألة ممتدة إلى ما لا نهاية، لا تتوقف عند فعل ما أيا كان عمق هذا الفعل. فما حب محب إلا نفسه، أو ما عشق عاشق إلا معناه وحسه. لذا العشاق يتألمون بالفراق ويطلبون لذة الطلاق، لأن هو في الحقيقة احتجاب المحبوب. معناه إيه؟ إن المحب لا يستطيع حتى أن يرى ذاته، فبالتالي وبيلتز باللقاء باعتباره أنه هو نفسه لن يتجلى بعيدا عن هذا الحب. ولو أراد المحب العاشق ما يريده المحبوب من الهجر، يعني المعشوق بيهجر، العاشق مش بإيده ان هو يقبل هذا الحكم، ما يقدرش. لانه لو اراد المحب ما يريده المحبوب من الهجر هلك بين الارادة والامر، وما صح دعواه في المحبة ولا كان من الاحبة. في هنا فرق بين حاجتين، الارادة والامر. والارادة والامر مسألة عميقة جدا في فكر ابن عربي، بيقول فيها انه في اشياء هي بحكم الارادة واشياء اخرى بحكم الامر، وبيضرب مثل على كده بالامر التكويني والامر التكليفي. الامر التكويني في انه ادم لازم يعصى ربنا اصلا عشان الخلق يتوجد، والامر التكليفي اللي هو بيقول له ما تاكلش من الشجرة. فلما بيقول له ما تاكلش من الشجرة بأمر تكليفي مش تكويني، فيبدو آدم بيعصى الله بس بمقتضى الأمر الايه التكليفي، انه مكلف بانه ما ياكلش. بس في حقيقة آدم انه لازم هياكل من الشجرة عشان يتوجد الخلق ويتناسل. وكنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبه يعرفوني، وإلا ما تكتملش مسألة الوجود نفسه. وطبعا كان يعني حصل أنه تم إعلاء هذا الأمر أو مستويي الأمر إلى إبليس نفسه الذي أطاع الله بالأمر التكويني، طبيعته كده، وبيعصاب الامر التكليفي. وده اللي يفسر لنا ازاي ان ابليس يكلم ربنا كده في القرآن ويقول له فبعزتك لأغوينهم اجمعين. ودي من وجهة النظر دي تعتبر شهادة له ان هو مخلص جدا في المهمة اللي ربنا عايزها منه، بس ما قالوش، قال له عكسها. ففي الحب في إرادة وفي أمر،
إرادة اللي هي عقل المحب والمحبوب، وأمر اللي هو حالة المحب والمحبوب. التوازي بين العقل والحالة، العقل هو السيطرة، ويظل دائما توتر ما بين الرغبة في السيطرة على الأمر أو عقله، وبين الفيضان اللي بتقتضيه حالة العشق القوي ده، وبيظل متوهج حتى لو انطمس، لأنه في الحقيقة بيظل فاعل في نفس العاشق لزمن طويل، لأنه ابن عربي هينفصل عن النظام بسبب كلام الناس أو بسبب الإعلان الخاص بهذا السر، ولكن بيرجع بعد كده سنة 611 ويكتب كتاب أخير هو ذخائر الأعلاق، شرح ترجمان الأشواق، وبيقدم لنا في الكتاب ده ازاي ان كل الأبيات اللي هو قالها في النظام هي في الحقيقة بتبدأ من النظام بنت رستم الكيلاني، وبتنتهي على أبواب الحضرة الإلهية، ويصبح الحب هو دين يتجاوز في جوهره خلافات الديانات، ويصح ما قاله في أبياته الثلاث المسجلة: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان، ودير لرهبان، وبيت لأوثان، وكعبة طائف، وألواح توراة، ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. شكرا.